احتمال فيروز كمان طلع فاضي. طيب مين ممكن يكون بهداك البيت؟ مين ممكن يكون؟ كان في حدا. جميلة ما عم تكذب شرف. أنا ما قلت هيك. يعني كلام جميلة مزبوط. وأنا ما قلت إنه مو مزبوط. نهاخ أنا؟ وقت اللي قلتوا خلونا ننهي موضوع الطلاق بشكل يليق بمستوانا، ما كنت متوقع إنه توصل معكم لهالتصرف البشع والوسخ يا خانو. بس ظهر إنه في ناس الوحشية طبيعتهم. جميلة ما عملت شي، عم تسمعيني؟ ومستحيل تعملها، لو عملتها ما كانت نكرت. الله أعلم شو كان ابنك عم بيساوي. الحق علي، أنا اللي كنت متسامحة معكم كلياتكم، ومو بس هيك، تحملتكم وقت طويل. بس طفح الكل، كلياتكم رح تنالوا جزاءكم. الله؟ إنه خانم إيدك وما تعطيكي يا خانم. جميلة؟ جميلة طلعت؟ جميلة؟ على المحكمة؟ إيه؟ أنت منيحة؟ لا تخافي بنتي، رح نطالعك من هون، رح نطالعك، صدقيني رح نطالعك. جميلة رح تطلع من هون ماشي؟ وعن قريب كمان، أنت لا تقلقي، نحن وياكي جميلة. جميلة، اعتبري حالك عم تحلمي، اعتبري كابوس ورح يمر بنتي، لا تخافي بنوم. كوثر خانم، يلا. حقيقي ومانو كذب. مو مهم شو رح يصير ولا قدي رح تستمر هالعلاقة، بس المهم تكون حقيقي. أنا بس بدي هاد الشي، وبعدين مستعدة إني معك. خلينا نفوت جوا. كنت خايفة يطلع الصبح ونحن لساتنا نايمين بالحديقة. صراحة ماني مصدق إنه جميلة ممكن تساوي هالشي بنوب. الأكل جاهز بنتي، خليتهم يجهزوا لك شغلات خفيفة مثل ما بدك. يلا كلي مشان تاخدي الدواء تبعك وبعدين بترتاحي. ما في غير الأدوية ومو مشكلة تخرب الدنيا، بس المهم نظامي ما يتغير بنوب. كتير محظوظة.
ليش ابنك مؤيد ما بقى بيهم؟ قال بعد المحكمة كان موبايله مسكر وما حدا كمان بيعرف وينه. معقول؟ ما بعرف، ما اتصلت فيه. هالمرة مطالع بإيده يعمل شي لجميلة، بيكون مقهور. خلينا نشوف على أي بر رح يرسى. كنت متوقع اني رح لاقيك هون. لك انت شو بدك مني؟ مشان الله ريحوني ولا خلوني ارتاح شي مره وحلو على راسي كم يوم، عم تفهم؟ بظن انه اجى الوقت اللي لازم نحكي فيه. لك انا لو كنت حابب احكي مع حدا ما كنت اجيت لهون اصلا. ولا احيط، يلا لشوف، يلا احيط، تركني بحالي. ما في امل بوضع جميله، والاحتمال الكبير انه تنحكم. بسألك، عندي خبر حلو. نهى خانم عطت تعليماتها للمحامين حتى يحركوا دعوى الطلاق، رح يطلقوا. يعني هن رح يطلقوا حتى لو كانت جميلة بالحبس. وهيك طفت الكبانة بعد ما عرفت حبك لجميلة يا مهند. روح على اللي عمل هون. لك انا تركتها من شانك. شو عملت؟ قرونك منعك تتزوجها. لك مؤيد، انت شو اللي عم بتحاول توصل ليها؟ شو اللي عم بتحاول تشرح ليها؟ قولوا لك عم بقول انه ما في داعي تحس حالك اخذت البنت اللي بيحبها اخوك. عم تفهم؟ عم لك روح واسس حياتك مع جميلة، وما في داعي عزبك ضميرك او تحزبه. مؤيد، لا تعمل فيني هالشي. جميلة من شانك انت انحبست يا مهند. هذا الشي اللي انت عم تحكيه، عم تحكيه مشان تزلني، ما هيك؟ عم ساعدك انه تتخلص من حملك يا مهند، وهلأ انت حري. يسلموا، كتير طيبين. لا تستحي كلي، أنا أول ما أجيت استحيت وما أكلت شي، نحفت 6 كيلو. شوفيني هلأ. خزيت العين عني. هو عمل بوشك هيك؟
أنا شفت الخبر بالجريدة. كنتي عروس وما أحلاكي. الجرايد كانت وصفتك بالأميرة سندريلا. إيه هلأ اتذكرت. يمكن قصة سندريلا بالكتب بس. مو هيك؟ ستي.